حطت الرحال بمدينة وزان يومه الأحد الثامن من شهر فبراير 2015 بقاعة عمالة الإقليم قافلة المنتدى من أجل مدينة مواطنة. أطر النقاش مجموعة من الباحثين والأكاديميين ومنتخبين محليين وإقليميين وممثلين عن المجتمع المدني في مائدة مستدلة ناقشت موضوع المدينة من التدبير التمثيلي إلى الحكامة التشاركية. المائدة المستديرة التي احتضنتها عمالة إقليم وزان هي بمناسبة تنظيم قافلة المنتدى من أجل مدينة مواطنة بعد مكناس وبعد تازة وبعد الجديدة وبعد السعيدية. القافلة حطت اليوم الرحال بمدينة وزان بمشاركة الفعاليات هذه المدينة من مجلس إقليمي ومن مجلس حضاري ومن أطر عمالة وزان وكذلك الجمعيات المجتمع المدني وكذلك تمثيليات نقابية سياسية ثقافية، والكل اليوم شارك وساهم في تقييم الحصيلة، حصيلة يعني التسيير الجماعي بالمدينة، والكل اليوم ناقش واستحضر الإكراهات وكذلك يعني جعل من مدينة وزان اليوم مشتلا لنقاش العديد من القضايا المتعلقة بالتدبير وبالتسيير الجماعي، وذلك من أجل مدينة مواطنة، من أجل أن تكون مدينة وزان مدينة الولوجية، مدينة تكرم أبنائها، مدينة تحترم خصوصيات هذه المدينة، مدينة للعيش المشترك، مدينة لذات الهوية المتعددة، ومدينة يعني في أفق التطلعات ديال الساكنة ديالها. اليوم فعلا تبعنا أطوار هذه المائدة المستديرة وكنا على بينة من العديد من المداخلات التي أجمعت على أن مدينة وزان لها كل مؤهلات اللامادية بالأساس ولها كذلك مؤهلات مادية يجب أن ينتبه المسؤولون على هذه المنطقة من أجل أن تكون مدينة وزان ليست مدينة الهامش ولا مدينة المركز، يجب أن تكون وزان كما هي بتاريخها بخصوصياتها بثقافتها المتنوعة المتعددة وبكل ما تزخر به من إمكانيات طبيعية من إمكانيات سياحية ومن قدرات ثقافية على أن تكون نموذجا لتلك المدينة المواطنة التي نحلم بها. المخطط الإقليمي للتنمية هو منتوج ماشي ديال المجلس الإقليمي لوحده ولكن بإشراك جميع المصالح الخارجية للإقليم والتي اشتغلت بشكل جدي في إعداد مخططاتها الاستراتيجية لمدة مرحلة تمتد من 2014 إلى 2018 تحت إشراف بطبيعة الحال السيد العامل والمصالح التابعة لعمالة إقليم وزان. الحضور ديال المجلس الإقليمي كان حضورا بطبيعة الحال تشاوريا وتشاركيا مع كذلك المجتمع المدني، أي أن جميع المقترحات أو الاقتراحات التي قدمها المجلس الإقليمي في إطار برنامج التنمية الإقليمية كان من صلب اقتراحات المجتمع المدني اللي كنشتغلوا معاه على مدة تقريبا 3 سنوات وأربع سنوات. حنا كنشتغلوا في إطار إيجاد واحد المجموعة من المشاريع اللي ممكن هي اللي كنصلب اهتمام ديال المخطط الإقليمي للتنمية. كما تعلمون أن الزاوية الوزانية عندها دور مهم جدا إشعاعي كبير امتد إلى 4 قرون، وسؤالكم فعلا يشير إلى أنه ممكن أن تقوم بأدوار كبيرة جدا في تدعيم الثقافة الروحية والدينية وإعطاء إشعاع كبير جدا، لأنها من الزوايا الكبرى في المغرب. أقول الكبرى لأنها فعلا كان لها امتداد خارج أرض الوطن، وكما بينا في المحاضرة أنها تمتد إلى بومباي وإلى اليونان وتركيا وغيرها، وأيضا لها امتداد على المستوى الوطني. وقلت هذا العام هذا الجانب كان يجب أن يرد إليه الاعتبار من خلال أولا الزاوية الوزانية ووعي يعني تلامذتها وحفادة الزاوية وبعض أيضا الباحثين، وأيضا بدعم من المجالس السياسية والمجالس البلدية والمجتمع المدني في تدعيم هذه الفكرة، وذلك عن طريق ليس فقط بالجانب الفولكلوري والموسمي بل وراء استراتيجية ثقافية مرتبطة أساسا بالتراث المحلي وبالجانب الطقوسي، وأيضا مرتبطة أيضا بالجانب السياحي، لأننا نعرف أن العالم يعيش توترات كبيرة جدا، وأن الزاوية الآن والجانب الروحي
مطلوب في هذه التحولات لما يقدمه من صفاء روحي ومن طمأنينة ومن سكينة ومن أيضا تدعيم اللحمة المجتمعية، لأننا نعيش في مرحلة يمكن أن نسميها بمرحلة القطائع، ومدينة وزان عرفت هذه القطائع بين الأجيال والفجوات القيمية بين الأجيال، وربما نحتاج إلى هذا الدعم الكبير جدا الذي تقوم فيه الزاوية بدعم اللحمة الوزانية وبإعادة الثقة في هذه المؤسسة الكبيرة جدا. إذا نستخلص أن هناك طرف يقوم بهذا العمل وهي الزاوية الوزنانية بمعية المجتمع المدني لإقامة يعني مرجع يكون هو الزاوية الوزنانية يقوم بهذه الأدوار التنموية والتثقيفية والروحية وأيضا السياحية والدينية في مجالات أخرى، باعتبار أن مدينة وزان توفر على هذه المؤهلات. كان أعتقد بأنه المجتمع المدني عنده أدوار أساسية في تفعيل الديمقراطية التشاركية. غادي نذكر فقط جوج ديال المداخل الاساسيه. اولا المدخل الاول واللي قبل الدستور 2011 هو المدخل ديال الميثاق الجماعي الميثاق الجماعي. هذا الميثاق الجماعي عطى مجموعه ديال الاليات وديال المواد في الميثاق الجماعي اللي كتعطي للمجتمع المدني الحق في تدبير الشأن المحلي بطريقه تشاركيه. هنا غنذكر لك فقط كاين الماده 14 اللي كتاكد على الماده 36 والماده 14 اللي كتاكد اولا على خلق لجنه ديال المساواه وتكافؤ الفرص داخل المجالس الجماعيه، وكذلك المجلس البلدي او المجالس بصفه عامه يعني مدعوه لاعطاء الفرصه للمجتمع المدني في اعداد وتنفيذ يعني في اعداد المخطط الجماعي للتنميه. هذا مدخل. المدخل الثاني هو الدستور ديال 2011. الدستور ديال 2011 اكد بصفه اساسيه وبشكل ملموس على الدور ديال المجتمع المدني في الديمقراطيه التشاركيه، خصوصا في مجموعه ديال الفصول، الفصل 12، الفصل 13، الفصل 14، الفصل 39 والفصل 170. الفصل 170 اللي كياكد على خلق او يعني على خلق ما يسمى بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. هذا المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي اللي الدور ديالو هو انه يواكب يعني الاعمال اللي كتقوم بها للحكومه ولا المجالس الجماعيه في اعداد وتتبع وتقييم السياسات العموميه. النقاش الدائر حاليا حول زراعة القنب الهندي هو نقاش سياسي أكثر منه مجتمعي، مرتبط بالفلاحين العاملين في قطاع زراعة القنب الهندي في المغرب. لا يخفى على الجميع بأن داخل زراعة مناطق زراعة القنب الهندي يمكن تصنيفها إلى مجموعة من المناطق. هناك مناطق تاريخية التي يعني بنت من زراعة القنب الهندي تاريخ وسلوك اقتصادي وثقافي أيضا، بينما هناك مناطق أخرى حديثة العهد بزراعة القنب الهندي، وهناك مناطق ثالثة وهي المناطق ما نسميها بالمناطق يعني الجديدة في زراعة القنب الهندي. إذن هذا النقاش الدائر حاليا لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة في علاقتها بزراعة القنب الهندي وإنتاجها لزراعة القنب الهندي، فهو نقاش سياسي محض تدخل فيه حسابات سياسية ضيقة لمجموعة من النخب السياسية، لا تعني الفلاح الذي ينتج يعني داخل نمط الإنتاج زراعة القنب الهندي، هو خارج هذه الحسابات المرتبطة بالتقنين، لأننا لا نفهم ما مضمون أن الأحزاب التي تتحدث عن زراعة القنب الهندي هي ليست مبادرة رسمية، هي فقط مبادرة أولا يعني يجب الإشارة إليها، هي فقط مبادرة من طرف أحزاب معينة، مبادرة يمكن هي طيبة لكنه يعني حق أريد به باطل. هذا يعني الأصل في النقاش الدائر حول زراعة القنب الهندي. أعتقد بأن هذا النقاش غادي يتطور في يعني في أوقات لاحقة، حينما سيعي يعني الفلاحين المنتجون لزراعة القنب الهندي أو ستنضج مجموعة من المعطيات الموضوعية والذاتية لدى الفلاحين من أجل فتح نقاش رسمي عن طريق مؤسسات محلية، خصوصا الجمعيات المجتمع المدني حاملة لهوية محلية، سواء من طرف منتجين أو أولاد المنتجين، حول الطبيعة التي يمكن من خلالها بناء ما نسميه بالتقنين على زراعة القنب الهندي.
وقد تعددت تدخلات المساهمين في النقاش حول دور المجالس المنتخبة في تفعيل الديمقراطية التشاركية ومساهمة تلك المجالس في إشراك مكونات المجتمع المدني في الإعداد لمخططات الإقليم التنموية لتحقيق الحكامة الجيدة، إضافة إلى البحث عن السبل الناجعة للاستفادة من الموروث الثقافي التاريخي والديني لمدينة وزان من أجل الدفع قدما بعجلة التنمية وكذلك الحفاظ على تراثها الحضاري.